صفاء بوجناح مغربيه صفريويه. كان عندي اتجاه في مجال اخر قبل ما ندخل المجال ديال التجميل، وهذه 3 سنين استقريت في المغرب، اني كنت سكنت اكثر من 10 سنين في فرنسا. مجال التجميل حب من الصغر ديالي. كنظن بزاف ديال البنات ملي كيكونوا صغار كيكونوا كيعجبهم انهم يديروا المكياج، غير انا ملي كنكبر فهمت بانه وليت بغيت انا ندير المكياج ونشوف السيدات زوينات على يديا. فاثناء يعني الاقامه ديالي في فرنسا دخلت اون ايكول سبيسياليزي في المكياج بروفيسيونيل، ودرست سنه كامله قريت فيها يعني فنون المكياج. الراديو والتلفازه. الوغ الراديو هي التجربه الاولى ديالي، هذه من سنه ونص وانا مع راديو اصوات. ويعني غراس على الراديو تعلمت ولا جاني حب ديال انني ندير شي حاجه واحده اخرى اللي هي التلفازه. هما جوج مدرسات اللي مختلفات وانا كنتعلم فيهم، ويعني الحمد لله هاد الساعه ما كاين حتى شي مشكل. تبارك الله المراه المغربيه هاد لي 5 ديرنيغ زاني ولات يعني مراه اللي كتبغي تكون زوينه وكتبغي انها تستعمل المواد التجميليه وانها دير المكياج، وعندها واحد العطش واحد يعني حب استطلاع المجال التجميل ولي ديرنيغ توندونس باردون وشنو اللي خارج في مجال ديال التجميل. فالسيده المغربيه يعني سي اون فام دو بوتي بار اكسيلونس. الوغ كيفاش جاتني الفكره انني خرجت منتوج صفيه. منتوج صفيه هو عباره عن امباك فيه زيت ولوسيون خاصين بالشعر، هو اول منتوج اللي مصاوب بالزعفران الحر. كيفاش جاتني الفكره؟ الفكره جاتني انها هي وصفه للوالده ديالي استعملتها ليا سنين وانا صغيره، وهي وصفه اللي مفيده كتقوي الشعر كتعطيه اللمعان وكتساعد على انه يطوال. على صفيه، صفيه لاني تعرفت في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في سناب شات، دائما كنكون كنتكلم على راسي على ثوازيام بيرسون. صفيه دارت يعني اسم الدالة على بغينا، انا سميتي صفاء وكنسمي راسي صفيه، فالناس كلهم ولاو كيعيطوا لي صفيه، وقلت علاش لا ما نديرش صفيه، لانه اسم عريق ومغربي وقديم وجا مع المنتوج ديالي اللي هو منتوج حتى هو طبيعي. انا كناخذ اكزامبل بحال هدى بيوتي ولا جويل. جويل راه غنيه على التعريف، هي خبيره مكياج لبنانيه مقيمه في دبي في الامارات، وخرجت منتوجات للشعر والبشره ويعني طالت نجاح كبير. بحال هدى بيوتي اللي كانت بلوغوز، وحتى هي دابا راه المنتوجات ديالها معروفين عالميا. بالعكس كنظن ان هاد السيدات هما اللي غيقدروا يفهموا السيدات في هذا المجال، لان هما عندهم حب كبير ومختصات في مجال التجميل. المرأة المغربية كنظن بأنها جميلة بالطريقة ديالها، كنقولوا وسوعية القشابة ديالها، الحداكة ديالها. اللي نبغي نعطي نصيحة للمغربيات ولهاد الشابات اللي طالعين، ماشي كثرة المكياج هي اللي كتعطي الجمال أولا، ثانيا نحافظوا أولا على يعني جمال البشرة ديالنا وجمال الشعر ديالنا من الصحة ديالهم، عاد نشوفوا القسم الجمالي. وثانيا ما نتبعوش الموضة كيف ما كانت ولا اخر الصيحات، لا في الشعر لا في المكياج لا في الحجبان، نمشيو للحاجه اللي كتوالمنا، كتوالم طبيعه العيش ديالنا الكاركتير ديالنا وحتى العمل ديالنا. نمشيو للحاجه اللي موالمانا ونبعدوا على صيحات الموضه، لانها ماشي ضروري كتكون موالمانا. كنشكر لو سي تي في على الاستقبال ديالكم وعلى الدعوه ديالكم، كنتمنى لكم التوفيق وكنحيي الجمهور ديالكم من هذا المنبر.